وحول هذا الموضوع أشار سعادة الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أشار إلى الأهمية التي يشكلها مهرجان التراث السنوي في رفض الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل الإقبال الملحوظ الذي سجله المهرجان. مهرجان التراث السنوي الذي يأتي للجمهور برعاية كريمة من سيدي صاحب جلالة ملك المعظم حفظه الله ليؤكد ما تليه القيادة من اهتمام ورعاية بالتراث البحريني الأصيل. ومن جهتنا في هيئة البحرين للثقافة والآثار نترجم هذه الرعاية من خلال البرامج والمهرجانات على مدار العام للتعريف بهذا التراث. مهرجان هذا العام بالإضافة لما يقدمه من حرف تقليدية وفنون يسلط الضوء على العادات الرمضانية الحاضرة في الثقافة البحرينية، ولعل أبرزها التواصل الاجتماعي المتمثل بالمجالس الرمضانية بالإضافة إلى الطقوس الاجتماعية الأخرى كالجريعون والوجاع وغيرها. حرصنا أن يكون هناك استهداف مباشر لفئتي النشء والأطفال لمواصلة رسالة هذا المهرجان المعني بنقل تراثنا البحريني للأجيال القادمة بشكلها الصحيح.